تعرضت دورية السلطات المحلية التابعة للملحقة الإدارية الأولى بسطات برئاسة القائد عصر اليوم الأربعاء لاعتداء لفظي وجسدي شنيع أدى إلى كسر في الفك السفلي لعون سلطة بحيسيد عبد الكريم الشهير بدالاس. خلال أداء القائد وأعوان السلطة لمهامهم وحث الساكنة على تجنب التجمعات والتزام المنازل والحجر الصحي. واستنادا لمصادر مجلة 24 فإن الشخص المعتدي هاجم الدورية وهو تظهر عليه علامات الإدمان القصوى ونقص في جرعة المواد المخدرة حيث كان يتلفظ بأقبح الألفاظ النابية ويرشق عناصر الدورية بالحجارة مما كاد يودي بحياة القائد لولا تدخل أحد أعوان السلطة تلقى على إثره ضربة قوية بالحجارة على مستوى الفم ونقل بسببها إلى المستشفى الإقليمي الحسن الثاني بسطات وحصل على شهادة طبية تصل مدة العجز فيها 24 يوما. وأوضحت مصادرنا أن المعني بالأمر وهو من ذوي السوابق العدلية لاذى بالفرار إلى وجهة مجهولة ولا زالت الأبحاث جارية من أجل القبض عليه، مشيرة أن هذا الاعتداء ليس هو الأول من نوعه حيث شهدت مدينة سطات العديد من الاعتداءات على أعوان السلطة المحلية ورجال الأمن بعدة أحياء تزامنا مع قيامهم بواجبهم المتمثل في إخلاء الشوارع وضبط المخالفين للحجر الصحي وخرق حالة الطوارئ. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديروا جيم.